دائما في الإثارة، في التواصل، في التحدي وفي منافسات أشواط هذه الفترة المسائية. نسير إذن بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء مع شوطنا الذي يسير، هو الشوط 16 في انطلاقات المساء وانطلاقات هذه الفترة المسائية دائما التي تشهد أجمل التحديات وأحلاها في كل المشاركات. شوطنا الذي يسير هو مشاهدينا الأعزاء شوط خاص بالجعدان المهجنات الأصايل، حيث تنطلق مشاهدينا الأعزاء نسير بحضراتكم مع مجموعة مميزة وأداء أصيل في سن الكبار. البداية والمركز الأول وتقديم التحديم هنا في هذه اللحظات. المركز الأول سيطر من البداية وافي لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم على بداية الشوط، أيضا من حمد بن علي العويسي على المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك الوصول من قبل مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضم عتيق بن سالم بالعرطي الحميري المركز الثالث. ننتقل إلى شعار هجن الرئاسة، حيث يسير مشاهدين الأعزاء شاهين بعجلة إلى نظام التحدي الأول، وفي التضمير أحمد بن مطر بن مايد الخيالي المركز الرابع. أسير المركز الرابع مشاهدين الأعزاء، النداوي واصل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر النداوي أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، لكن يتسلل في هذه اللحظات شاهين لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمر شاهين عبد الله بالطير العامري إلى المركز الرابع. أما المركز السادس فننتقل إلى الرعبي مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان في المركز السابع في التضمير والتدريبات الصادق فضل الأمين. أما المركز الثامن فوصل الناوي لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فران المري. والمركز التاسع هناك شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم ياتي مقصص المضمر سعيد بن محمد بن حزيم. والمركز العاشر وصل شباب من هجن العاصفة المضمر. هنا مشاهدينا الأعزاء في هذا التنافس، هكذا هي النتيجة، هكذا هو الأداء، هكذا هي تحديات ومعنويات هذا الشوط، حيث تسير من خلاله بكل المشاركات منافسات قوية في أداء جميل، في أداء مثير، في أداء مميز بلا شك في هذه أعود إلى البداية مشاهدين الكرام وإلى وافي ولكن هناك من الجانب الآخر هجن الرئاسة تتقدم مع وجود شاهين وبقيادة المضمر الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي إلى المركز الأول. المركز الثاني وافي لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوب المكتوم، يضمر حمد بن علي العويسي يحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث فيتقدم مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، المضمر عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز الرابع الناوي واصل، الناوي اكيد ناوي على المركز الاول، هذا الناوي تعود ملكيه الهجن الشحانيه، بينما التضمير جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الخامس ننتقل مشاهدين الاعزاء الى خامس المراكز، هذا اللي وصل الان في هذه اللحظات شاهين لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمر عبد الله بالطير العامري. هذه الخمس المراكز الاولى المتقدمه، بينما المركز السادس الناوي هناك يتواجد الناوي لهجن لهجن الشحانيه، بينما في التضمير جابر بن سالم بن فاران المري. ولكن اللي ذعناه هناك المقدمه ياتي الشقب، يعني يتقدم في ملامح هذا الشوط. اما المركز الثامن اسمه شيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن مكتوم، ويضمر سعيد بن محمد بن حزيم يحتل المركز الثامن مشاهدينا الاعزاء اللي هو مقصص في هذه اللحظات. المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، ها هو كذلك امامكم النداوي بقياده الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للمراكز المتقدمه حتى هذه اللحظات، ولكن عوده
الى البدايه ما شاء الله. شعار رجل الرياسه، شعار رجل الرياسه حاضر 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 هنا في هذه القياده السلال الشاهينيه. والكيلو 200 مشاهدين الاعزاء، 1200. المركز الثاني ياتي وافد اسمه الشيخ زايد بالمربع مكتوم، المكتوم ايضا من حمد بن علي الحويشي في التضمير. المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث الشقبه لهجن الشحانيه بقياده جابر بن سالم بن فاران المري. ومقصص في المركز الرابع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم يضم سعيد بن محمد بن حزيم. لكن واصل الناوي، الناوي من هجن الشحانيه بقياده جابر بن سالم بن فاران المري. الله، نقاط سجلها اليوم، يبغى يضيف، يبغى يضيف الزود 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 يا للزود. عود الى شاهين، شاهين شاهين شاهين، هجن الرياسه مع الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الخيالي. لكن ثنائيه شحانيه، ثنائيه شحانيه بقياده الشقب والناوي، الناوي والشقب. الا ان رجل الامتار، الا ان رجل الامتار صامد حتى هذه اللحظات. الله يا هملول، ولكن الناوي 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 يتسلل الناوي. هذا هو اللي قلت لكم، ناويله على حاجه، ناويله على شيء، ناوي على المركز الاول لهجن الشحانيه بقياده المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ولكن المركز الثاني عندك الفيلسوف، ها هو امامكم هملول في المركز الثاني بقياده الفيلسوف احمد بن مطهر بن مايد الخيلي. ولكن تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز واكتساح أشواط هذا المساء بقوة هذا الشعار، شعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس وسلام وسلام لجماهير وعشاق هذا الشعار. المركز الثاني مشاهدي الأعزاء لهجن الرياسة هملول أو شاهين. المركز الثالث هناك الشقاب لهجن الشحانية. المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بالمربع المكتوم المكتوم. وخامسا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. إذن التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام مع هذه الانطلاقة، شعار هجن الشحانية هو من نوى على الفوز والناموس والانتصار. 7:41 أربع أجزاء من الثانية كان الناوي بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أما المركز الثاني فكان شاهين من هجن الرياسة، قطع المسافة 7:42 ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، والثاني للفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء كان تنافس وتحدي جميل واصيل، ويأتي هنا الشقب من هجن الشحانية 7:44 ست أجزاء من الثانية، والثانية كذلك المضمر جابر بن سالم بن فاران.